المحترفين السوريين اللي هن جزء ما بيتجزأ اكيد من اقتصاد هذا البلد ومن الروح الجديده اللي عم يعطوها اياه. فرغم الظروف ورغم الصعاب وبعد 6 سنوات حرب، بدأت التحضيرات لاطلاق معرض دمشق الدولي بدورته 59. بالفترة قريبة حيتم طبعا الإعلان عن افتتاح بالمدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي بمشاركات واسعة وبتشبيك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية. لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا بالاستوديو الأستاذ عصام الزيبق رئيس اتحاد دمشق للحرفيين، والأستاذ عدنان تنبكجي المدير الثقافي لمجلس شيوخ الكار. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وكل عام بخير. وأنت بخير يا رب. أستاذ عصام، خلينا نبدأ من عندك. يعني بعد انقطاع سنوات من الحرب وتوقف معرض دمشق الدولي، اليوم عم يرجع ويفتتح أبوابه من جديد، فخلينا نعرف من حضرتك شو هي التحضيرات. والله نحن كاتحاد حرفيين، نحن في عنا تعداد من الحرفيين هن راغبين بالمشاركة. هلا الحرفيين هن بصورة عامة عجلة الاقتصاد. نعم. فنحن الحرفيين صار في عنده نوع من التشويق ونوع من إثبات الوجود. الحرفي كل مواطن بيحتاجه، فنحن وقت بتكون مشاركته بمعرض دمشق الدولي، في عندك من المهن، في عندك من الحرف، في عندك من التراث، في عندك من كافة الحرف. فنحن التشوق الحرفي لإثبات وجود أنه نحن ما زلنا بخير وسوريا بخير، فنحن إن شاء الله بدنا نشارك بهذا المعرض بقوة، وإن شاء الله العالم كله حيحكي شو الحرفيين السوريين. أكيد إن شاء الله. أستاذ عدنان، نحكي أكثر عن مشاركتكم كحرفيين بهذا المعرض. شو الجديد اللي حتقدموه؟ شو المنتجات اللي حتركزوا عليها؟ هل في تراث معين حيتركز عليه؟ والله إحنا باستمرار بنحافظ على البصمة التراثية، ونحن على طول في توجيهات أنه البصمة التراثية، لو أنه إحنا معنيين بالعصرنة لابد إلا أنه نحافظ على البصمة التراثية لكل الحرفيين وكل الحرف اليدوية. وإن شاء الله هذا المعرض راح يفجر يعني شو هي مواهب والإبداعات تبع الحرفيين. وهذا الحكي مو بس لمعرض دمشق الدولي، إحنا بدنا ننقل الصورة لأنه هو فعلا معرض دولي، وكنا معنيين ب ب ب انه نعزم او ندعي كثير من الدول العربيه والدول الاوروبيه والدول الصديقه لسوريا. وهلا ما يقارب تقريبا وصل عدد اكثر من 20 دوله اعلنت انه هي مشاركه بهذا المعرض اللي نحن كلياتنا عم ننطر وعم نحضر عليه تقريبا من شهرين ثلاثه، وراح تلاقوا شيء كثير كثير حلو. انتم اكيد الاخباريه السوريه على طول حنكون مواكبينكم اكيد ان شاء الله. اكيد بانتظار المعرض نحن كمان. استاذ عصام، نرجع لحتى نحكي بتفاصيل اكثر. يعني اليوم ما عم نحكي عن سنوات عديدة من الانقطاع، هي كتيرة ما أنا قليلة، وأكيد في كتير صعوبات. شو خبرنا عن هاي الصعوبات، كيف قدرتوا تتجاوزوا الحلول البديلة؟ والله شوف، الحرف السوري بصورة عامة في عنده روح الحياة، فهو عنده الاندفاع أنه لأنا موجود. الإبداعات اللي صارت عنا بضمن الحصار الجائر على سوريا، فأبدع الحرف السوري من لا شيء صار يطالع شيء. يعني هي نحن ما احتجنا، يعني نحن فعنا الكوادر بلشت هذا اللي يخترع هيك وهذا اللي يساوي هيك وهذا اللي يصمم هيك، فنحن أخذنا البديل. فالحرف السوري أعطاك البديل عن المستورد، ففورا حل بهالمجال. طبعا نحن هي كأزمة مرقت فيها الحرفيين، أثبت وجودهم، وإن شاء الله بمرحلة الإعمار حتشوف الحرفيين على كافة الأصعدة. هو موجود، لأن الحرفيين نحن مثل ما قلت لك ما في واحد كبيت كهندام كعمل كسيارة موجود له بصمة حرفي. فنحن على كافة الأصعدة عم نشتغل فيها بهذا المجال أنه نكون نحن موجودين. فالحرفي بده يعطيكي الدور. نحن الدعم أخذنا الدعم، نحن نتشكر قيادة على دعمها إلا أخذنا نحن مجلس شيوخ الكار، أخذنا دعم مطلق بأمور أنه نحن نطلق عجلة الاقتصاد. فنحن حنساوي مثل ما بيقولوا بالعامية الجيش الاقتصادي، فالجيش الاقتصادي هو هذا نحن الحرفيين. نعم. حنكون فيه. اخذنا نحن مياز شيوخ الكار عملنا، والمهن التقليديه عملناها بشق اخر، فهون صار في عنا اندماج وصار عنا توسع. فانت الساحه تبعك صارت كبيره، فانت بتعطي الانطباع اللي انت بدك اياه. والحلو فينا كسوريين انه احنا نبض قلبنا عم يطقطق، فكلياتنا شاعرين فيه، والعالم كله هو هذا اللي غايزون، ونحن كحرفيين بنقول لك لسه قلبهم عم يدق دق. فنحن هذا الموضوع بإذن الله بالفترات القريبة حتلاقي أنت بالمجال الحرفي بصمات متعددة تاخذي من المهنة التراثية للمهنة التقليدية، كلياتهم حتلاقيهم موجودين. هلا نحن
كذا معرض الحمد لله خارجي قمنا فيه والحمد لله اتوج معنا انه اخذنا جوائز عديده فيه، وهذا الشيء انه نحن رفعنا العالم السوري اللي احنا كلياتنا بنعتز فيه، فرفعنا العالم السوري حرفيين وشيوخ الكار بدمشق. اخر انجاز كان بالجزائر، بالجزائر يعني بالجزائر كان سلون عدنان كان طالع لهني واخذ الجائزه والحمد لله، وبالهند كان قبل منا والحمد لله انه امورنا فوق الممتاز. فنحن كحرفيين في عنا اندفاع جيد ودائما للعطاء جاهزين، والتوجيهات والدعم انت وقت بيجيك الدعم فانت بتكوني موجوده. فالحمد لله نتشكر نحن القيادات بشكل عام على الدعم المطلق وعلى رأس القيادة القطرية اللي دعمت لنا مشروع شيخ الكار. نعم. دعمت لنا الشيخ الشيوخ الكار، مجلس شيوخ الكار هذا وتتأسس، هذا عم يعطيكي انت ثبات وثبوت. فهذا انت عندك المرحلة الانطلاق اللي حتنطلقي فيها ممتازة. نعم. بيجي عندك بعدين الحرفيين بصورة عامة هن موجودين، يعني انت وقت بتاخذي مثلا في عنا النماذج اللي موجودة هدول له الانطباعات. كل حرفي بيعطيكي صورة، كل حركة بيعطيكي منظر، كل واحد بيعطيكي شغلة. فنحن كلياتنا جاهزين بصورة عامة، والانطلاقة اللي هلأ جاي بمرحلة الأعمار حنسمع كلياتنا ونشوف انه الحرفي شو بصمته بالمرحلة الجاية بإذن الله. استاذ عدنان، يعني مثل ما كان عم يحكي كمان استاذ عصام، عم نحكي عن الحرب اللي هي ما عم تستهدف بس سوريا بشعبها، وعم تستهدف تراث، ثقافة، الحضارة. انتوا قد ايه عليكم هلا مسؤولية اليوم، وخاصة بانه اظهار المنتج السوري بعد 7 سنين حرب بالمعرض بعد انقطاع طويل، وقد ايه في عندكم كمان مسؤولية حتى فعلا من مثل ما قال من لا شيء عم تعملوا اشياء تراثية بالموجود بالامكانات الموجودة. هلا أهمية المعرض نحكي احنا متطرق، لأنه أول شيء حيتم تحت رعاية الدكتور بشار الأسد الله يطولنا بعمره الرعاية الكريمة، صار عنا دافع أقوى وأقوى وأقوى. إنجازات عم بتكون في إبداعات، إذا واحد عنده إبداع سواهن 2 أو 3 الإبداعات مستمرة. بعدين احنا أنجزنا بهالفترة، احنا ما وقفنا أبدا بدليل أنه شاركنا بمعارض دولية وأثبتنا الوجود. أنا بتشكر كل الحرفيين وشيوخ الكار والدعم المطلق اللي أخذنا من الاتحاد العام للحرفيين، اتحاد دمشق، ومن شيوخ الكار، وكمان من الوزارات المعنية. هل بدأت أنه بصراحة كنا نوعا ما مهمشين، هلأ صار لنا أثبات وجود، صار لنا وزن، مجلس شيوخ الكار صار أثبت وجود وعليكم مسؤولية وعلينا مسؤولية. إحنا منتابع موضوع أسرانة التراث، التراث اللي إحنا في بعض القطع تسربت وراحت لبرا. إحنا هذا المجلس كمان ساوى توثيق لكل قطعة تسربت وراحت برا، صار في عنا البديل. احنا الابداعات تبعنا ما يعني بعده حرف ما يقارب 33 حرف، مو بس دمشق، احنا عم ننطلق كمان لكل المحافظات السوريه. وان شاء الله هذا المعرض الكبير هو تبادل للثقافات، تبادل الحضارات، اثبات وجود لسوريا. وسوريا او دمشق، معرض دمشق الدولي هو كان الاول تقريبا بالشرق الاوسط كمان على المستوى الصعيد العالمي. يعني معرض دمشق الدولي هلا 59، ورغم انقطاع ما يقارب 6 سنوات، هذا اول الدول السوريه هي لها فضل كبير على معظم دول العالم بهذا الانجاز الكبير، وحيرجع هلا وحيرجع بقوه بالهندسه الديكوريشن باثبات الحرفي معني وين ما رحتي بهذا المعرض، واعطونا المساحه الاكبر اكثر من اول. يعني انا بشجع كل حرفي سوري انه يشارك، والشيوخ الكار ان شاء الله على راسهم، والقيادات الكبيره اللي احنا ان شاء الله مثل ما اعطونا اللي احنا العين، احنا بنعطيهم عينتين، وراح نشوف انه شو هي ابداعات مو بس لسوريا، لانه مسلط الضوء من كل دول العالم انه معناتها رجعت الامور كلها الحمد لله. صحيح. وانتهت ان شاء الله المراحل الاخيره للحرب، وتعلمنا دروس كثير، وان شاء الله ما بنتمنى لحدا ولا لاي دوله، لا صديقه ولا مجاوره ولا عربيه، انه يصير معها مثل ما صار معنا. نعم. يعني استاذ عصام عم نشوف نموذج للحرفيين السوريين، سواء من المعنويات سواء من الرغبه والحماس لانجاز هذا المعرض. خلينا نحكي بميدان العمل بين الحرفيين، كيف عم تكون المعنويات وكيف عم بيكون يمكن تبادل الافكار لحتى ينتج شيء مميز، شيء على مثل ما قالت زينب يمكن على قدر المسؤوليه بعد هذا الانقطاع الطويل. والله شوفي، انا بتمنى انه شي يوم تشرفونا على الاتحاد وتشوفي انت الاسماء او الحرفيين عم يراجعوا الكم يلي عم حط اسمه انه انا بدي شارك بالمعرض. فنحن صار فينا عنا نوع من الانتقاء، فنحن ما بيهمني الكم انا. نعم. فانا عم دور على، انا بدي يكون عندي على الجوده، فانا نحن عم ننتقي ما نزال بين الحرفيين انه مين بده يشارك. يعني انا اذا بقول لك عندي الالاف انه هنن عندهم الرغبه
انه يشاركوا بالمعرض، فانا بكون لسه ما اعطيت حق الموضوع. شوف الحرف السوري عرف عن من تاريخه انه هو بشغله متقن، القطعه تبعه مميزه وما راحت عالميا، اثبت وجوده ما قبل الازمه. خلينا نحكي من ناحيه الاصلاحات اللي صلحوها بالبلاد بقصور عالميه، طلعوا الحرفيين السوريين صلحوا رجعوها مثل ما كانت. والاقبال على الحرف هلا ما زلت يعني عم يجيب اتصالات، ما يزال كمان بتشغل يمكن عدد من كمان الشباب. أكيد. يعني هي كمان مهنه عم يكسبوها بعض الشباب المعمله او فرص عمل. نحن اشتغلنا بآلية شيوخ الكار، نحن صار عندنا هلا الحاضنه وصار عندنا الاكاديميه وصار عندنا هدول، نحن حنعلم كل حرفي مسؤول ليعلم كذا خلينا نقول شاب جديد مشان ما تنتصر المهنة التقليدية. وصار الحكي بأتكية سليمانية وتغطيته الفعالية، علمنا كثير من الناس من كافة الناس يعني. هلأ لسه بقى اشتغلناها على أوسع، هلأ صارت عنا شغلة انه حتكون على أوسع، كل حرفي حيكون مسؤول متعهد، والأخص نحن تبنينا أبناء الشهداء حيجوا لعنا حيتدربوا ويتعلموا مهنة، ومع ذلك حيقبضوا راتب. يعني نحن هي طبعا برعاية الجهات المعنية اللي دعمتنا وعم تعطينا هذا الدعم مطلق. فنحن كحرفيين بصورة عامة إن الوجود، وإن شاء الله نحن بالفترة القريبة حنفوت بمزايا بأمور. مثل ما قلت لك حكى أخي عدنان إنه نحن توثيق، أنت بهمك القطعة وتوثيقة. هلأ نحن في كتير دول حاولت تسرق شغل الحرفيين والحرفيين. أكيد. هلأ نحن عم نلاحظ إن عودة الحرفيين من برا، هلا الحرفيين اللي غادر عم يرجع هلا لحضن بلده، ما في ادفى من سوريا، فلذلك عم يرجع. وانا متفائل بهالعام هذا حنشوف قفزه نوعيه ان شاء الله للحرفيين على كافه الاصعده ان شاء الله يا رب. استاذ عدنان يعني عم نشوف بعض يعني النماذج من الحرف السورية، كل شيء عم يمثل، كل قطعة عم تمثل حكاية دمشقية أو حكاية تراث. أكيد. نحكي عنهم شوي، ونحكي كمان عن التشبيك اللي عم بصير بين الوزارات لإنجاح المعرض. طبعا نحن عم نحكي على المعرض لأنه بعد انقطاع طويل اليوم كل عيون العالم متجهة عليه، رح تكون مثل ما قلت أنه هذا هو معرض الانتصار. نحن بخير، أمورنا بخير، ونحن من شغلنا وإيدنا وجهدنا عم يطلع معنا هذا الشيء. هلا بالنسبه للتعاون ان شاء الله احنا بنتمنى، ونحن ايدنا موجوده لكل التعاون. والاستاذ عصام هو معني اكثر مني بهذا الموضوع. الجهات المعنيه كلياتها احنا على من اول مثل ما قلت لك نوعا ما كنا مهمشين، احنا وقت اثبتنا وجودنا صار ما عاد في تهميش. احنا في ان قرارنا، في ان مشاركه، في ان فعاليه، ما يطلع ناس ولو كانت وزارات على اكتاف الحرفيين. احنا بنتمنى يكون التعاون، وما حدا ياكل دور حدا، ما حدا بيهمش ثاني، كلياتنا ايد واحده، ما حدا الواحد ايد لحاله. اكيد حتى انا كحرفي او كشيخ كار ايد وحده ما بتسفي، انا عندي فريق عمل وبتشكرهم وبحييهم، والاستاذ قلنا شيوخ الكار احنا فريق عمل واحد وبدنا نتابع، وكل الجهات اللي بتحب تتساعد معنا احنا ما فينا نكون على الهامش، بدنا نكون احنا لنا بصمه، وحنورجي العالم شو هي البصمه، وانجازاتنا قائمه، وعنا صار هلا الكواليتي صار بشكل جيد اكثر، والفينيشينج عم يصير كمان اكثر، تعلمنا من التجارب السابقه، واختلاطنا مع كثير من الدول، وبرغم هالازمه في عنا اقبال كبير على البضائع السوريه، في عنا صعوبه بالشحن لسه الاقبال موجود، وفي عنا حتى احنا عنا نوعا ما بالتنقلات كان والحمد لله قطعنا هذا الشوط، وفي عنا شح ببعض المواد، الحرفي بيصنع البديل، العمل ما انقطع، ابداعات خلتنا احنا نبدع اكثر، والاوردرات عم تكتر، وهذا المعرض بده يكون يعني بصراحه اقتصادي وفعال، وحتى حيكون اجتماعي، الناس بدها تفرح بدها تنبسط. وفيروز هي معرض دمشق الدولي، تحيه لكل اللي بده يشارك بالمعرض، تحيه لكل الاعلاميين، تحيه لكل واحد بده يزور المعرض. اكيد بدنا نتشكركم اكيد، ولكن لما بنحكي نحن عن هذا المعرض وعم نحكي نحن عن مواد بديله او طرق بديله نحن لحتى يمكن ما يوقف شيء لا بوجه الحرفيين ولا شيوخ الكار ولا اي شخص عم بيساهم بانجاح هذا المعرض، لكن نحن بدنا نحكي دائما عن النتيجه كمان، رح تعطي نفس النتيجه اللي تعودوا عليها على الاشياء السوريه والحرف السوريه اللي كل العالم تعود على التقنيه العاليه المشغوله، الفن اللي فيها والاصاله، او كيف ممكن تكون العمل فيها؟ أنا خليني أوضح لك شغلة. أول شيء أنا بحيي كل الحرفيين عنا بالجمهورية العربية السورية من أصغر واحد لأكبر واحد. أكيد. الحرفي عنا سوري صاحب ضمير، ضميره حي،
قولا واحدا ما عنده مجال يعطيك انه البديل بالأسوأ، الا البديل بالاحسن. نعم. فوقت عم يجي ينتج القطعه فبدها الماده هي، فهو بده يدور على نفس الفعاليه ونفس القصه ونفس الجوده ونفسها، ما مدور انه والله انه يلا الحرفي، لانه شوفي بس هذا اسمه هدر، والهدر هذا نحن اقتصاديا بنرجع فيه بنتحاسب بطريقه ولا باخرى. فاي حرفي هو بالنتيجه بهمه المكسب المادي. نعم. فانا بهمني انه والله يقولوا فلان اشتغلها بتقنيه عاليه، اشتغلها بجوده عاليه، فما عنده استعداد انه يضيع اسمه. هلا نحن طبعا ما فينا نقول انه والله 100% نحن عندنا كلياتهم بنفس التقنيه، الا ما يطلع لك عندك اثنين ثلاثه هذا لابده لغني، لانه هي بهارات الحياه يعني، هي طبيعي انه بده يطلع. بس نحن وقت بدنا ناخذ بشكل اجمالي اذا بدنا نحط على الميزان، فنحن اكيد الكفه الصالحه عنا موجبه. طبعا نحن عندنا حكيت كلمه انا خليني اعلق عليها، نحن الوزارات كلها بنحترمها ومقدرها، بس نحن كحرفيين إن دورنا كحرفيين نحن ما بنسمح لحدا انه ياخذ تعبنا وياخذ جهدنا. فنحن هذا موضوع بدنا نضل ماشيين فيه لناخذ حقنا. فهو ما في واحد انه والله يجي ياخذ يمثل الحرفيين، لا، بده يتمثل فيه له اسمه اتحاد جمعيات الحرفيه بالقطر العربي السوري، فبيجي على الاتحاد العام بيصير في تنسيق. نحن ما بيهمنا برعايه مين، ما بيهمنا، بس نحن موجودين. نعم. وقت بتحطي القطعه انه هذا الحرفي فلان او اتحاد جمعيات حرفيه متبني هذا الموضوع. طبعا تم تاسيس مجلس شيوخ الكار التاسيسي، وتم تاسيس اول مجلس شيوخ الكار فرعي في محافظه مدينه دمشق، والحمد لله. وهلا الانطلاقه حتتاسس من محافظه لمحافظه لمحافظه، فليش عمل لك انه هالسنه انا متفائل انه في عنا امور كبيره، فنحصي نحن بمحافظات سوريا، فحيطلع عندك المبدعين والمميزين، وهدول اكيد نحن حنحافظ عليهم. وشو بدهم دعم؟ حنكافئهم. حنكافئهم اكيد، لانه هو نحن ايدنا بايدهم، لانه هي لحالها بتحطي الايد الايد وبتحسي بدفاها، هذا لحالها مكافاه. ونحن ما بدنا كسوريين اكثر من هيك، نحن المكافاه المعنويه بتادينا، مثل ما يقولوا بالعاميه ابتسامه بتروينا، نحن ما بدنا اكثر من هيك. وهذا هو الحرفي، رائع جدا ببلدنا، وعنده استعداد بدون اي خلل انه يضل ويرقد ويقيم ويحط لصالح سوريا. كل الحرفيين بوجه لهم تحيه من تلفزيونكم، وبقول لهم الله يسعد صباحكم، وسوريا غاليه على الجميع، ونحن شو ما بتطلب منا بابداعات ونسهر ليل نهار لنقدم لها لسوريا، وبتضل سوريا باذن الله اسمع علي. أكيد، ونحن بنوجه لهم تحية. أكيد. فرح نحكي أستاذ عدنان، اليوم عم نشوف بعض النماذج قلنا من شو مصنوعة، شو سر هذا فعلا بتحسها تحفة، ما بتحسها أنه بس هي تحفة فمصنوعة يعني بأيادي سورية، فخلينا نحكي عن المواد، عن طريقة الصنع، شو بيميز هاي النماذج وشو بيخليها تنعرف أنه هي دمشقية، يعني شو بيميز التراث الدمشقي؟ هلأ أنت إذا بترجعي على معظم الحرف بتلاقي في بصمات سورية مو بس دمشقية. نعم. وبالنسبة للنحاس حتكون دمشقية وحلبية، كلها نحاسيات، هذول هلأ كلهم نحاسيات. في عنا الشمعدانة، هذا سكب من النحاس، وإنما بنبدأ بالتصميم أول شيء، بنعمل قالب وبعدين بنسكب النحاس، بعدين بس تطلع القطعة بتمر بمراحل عديدة لحتى تنضف وتتفرشها بالعامية، وبعدين نأخذ اللون أما برونز أما ذهب أما اللون الفضي. هلأ إحنا في عنا امتيازات جديدة إنه نعطي للقطعة قدم، لذلك نحن في قرطني احيانا عم بتكون بيجي الواحد عنده قطعة قديم. برافو عليك. هلا هذا مصنع جديد، لكن انا ورجيتك هي القطعة انه بتكون كأنه قديمة، حسيتيها انه هي اعمارها ما تقارب 50-60 سنة. التعتيق معناتها جيد، واللون القدم احنا فينا عنا مهارة انه نعطيها قدم. كل الحرفيين اللي احنا عنا مبدعين، مو بس بنحاس، حتى هلا عنا هذا التمثال اللي احنا دخلنا مادة جديدة بتلبيس اللي هي اللي احنا فينا نلبسه البلاتينيوم، في عنا نلبسه هلا مادة اللولو، يعني منغير على اللون النحاسي، لانه في عندك ناس كثير بترفض وجود القطعة القديمة، احنا بنحط بصمة قديمة ولكن بابداعات جديدة منشان ما تكون مرفوضة بالبيت او بشركة او بمؤسسة. حتى هلا هذيك الشمعدان بتلاحظي انا ساويت قسم منه لاخواننا بلبنان، العصفور مع الشمعدان عم يكون على الطاوله بطاوله الافراح بالاعراس، بيجي الواحد بيقعد اخذ لمحه انه كيف هي كما فورا بتنعرف البضايع السوريه ولو كانت برات سوريا. وكثير من الحرفيين انا بدي يطلع عن موضوعي واطرحه وبصراحه، وحاولوا الدول كثير انه ينسبون لالون ما قدروا، لا
لانه هلا عم نتلقى طلبات انه يرجعوا بحرفهم وباشخاصهم وبابداعات جديده، وعرفوا انه هو الوطن هو غالي وغالي على الجميع، واللي ما له وطن ما له حياه. وقت بيروح الواحد لغير بلد وبيطلع معه تاريخ الاباء والاجداد، الحرفه اللي هو تعلمها ويروح يعلم الغير، ما مشكله بنعلم الغير بس ببلدنا تطلع الحرفه لبرا وتتنسب للغير، هذا حكي مرفوض اساسا. ما قدروا. انت بدك تروحي على اي دوله ما بدي سمي وبتصنعي حرفه دمشقيه، طيب هي مو شغلكم، هي لسوريا. هذا الامر الحمد لله عديناه، وعم نتلقى كثير من اخواننا الحرفيين انه يرجعوا، وهون حاضن كبيره تسع كل الحرفيين وعلى استعداد تام لنتابع مهاراتهم وابداعاتهم بالتعاون المشاوره، يعني بالمشاركه والمشاوره وبالانجازات بالمعارض اللي عم تثبت وجودنا مو بس بسوريا برات سوريا. يعني فعلا اشرت حضرتك لموضوع كثير مهم وكثير خطير بنفس الوقت، وهو الحرفه السوريه يلي عم يحاولوا انه ينسبوها لغير من الدول بغض النظر عن اي دوله كانت، هو عم يصير اغراء بالراتب تماما. وقت انا بدي بيجي واحد بصراحه يعني مغر الواحد، انا بعطيك ما يقارب ال $2000 او $1500 وبيطلع بيشتغل شهر شهرين ثلاثة خمسة بيكونوا أخذوا اللي بدهم إياه منه، فورا بينزل الراتب من الرقم الكبير للنص أو أقل. ما دون فكروا إنه هن تعلموا هاي الحرفة لتاريخ عريق وبدهم يتعلموا بسنة وبسنتين أو بشهر وبشهرين، ما بيقدروا، لابد من أخطاء، لابد من عقبات تكون واجهتهم، يرجعوا للحرفي أو للشيخ الكار خلينا نقول. نعم. الأساس اللي هو أتقن هي الحرفة وتابع. نعم. أكيد بما أنه عم نحكي عن هذا الموضوع اليوم بدنا نوجه تحية زينب أنا وياك لكل الحرفيين السوريين اللي ما أغراهم يمكن لا مال ولا منصب ولا حتى كل إغراءات اللي تقدموا لهم وبقيوا متمسكين بالحرفة وبالصناعة السورية وعم بيشاركوا اليوم بمعرض دمشق اللي بنتمنى لكم اكيد في كل التوفيق، ونشد على ايديكم وان شاء الله بنكون موجودين معكم كمان ان شاء الله. شكرا كثير لوجودكم. الله يبارك فيك. كمان تحيه لكل الوزارات والاتحاد العام للحرفيين واتحاد دمشق، لكل الحرفيين كل شيوخ الكار ولكل من عم يشارك، لاداره معرض دمشق الدولي تحيه كبيره لانه عم يتعبوا وعم يبذلوا جهد كبير، تحيه لكم تحيه لكم. وان شاء الله يا رب انا واثق تماما مثل ما اللي شايفكم انه الشمس بدها تطلع ما بتتخبى ابدا. معرض دمشق الدولي حيرجع اقوى من اول، والدول كلها عم تتسارع بالمشاركه اكيد. وانتم شيوخ الكار ما رح يصعب عليكم شيء، وان شاء الله موفقين. معرض دمشق الدولي رح يكون لنا مواكبه كمان أكيد. عبر كل ايام وفرح وموفقين، وتحياتنا لكل الحرفيين. انا بدي اشكركم الاستاذ عصام الزيبه رئيس اتحاد دمشق للحرفيين، والاستاذ عدنان تنبكجي المدير الثقافي لمجلس شيوخ الكار. شكرا لوجودكم معنا. الله يعطيكم العافيه.